بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. استكمالا لدروس الوحدة الرابعة من الصف الخامس الابتدائي الفصل الأول، الوحدة تتكلم عن المخترعون والمكتشفون. نستفتح الباب هذا بقراءة قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الوحدة الرابعة تتكلم عن المكتشفون والمخترعون، على من ومن خدموا البشرية في هذا في جميع المجالات. في الدرس هذا بإذن الله راح نتكلم عن توطئة أو تمهيد لي الوحدة وما تتحدث عنه، الفرق بين الاختراع والاكتشاف. في الوحدة تتكلم عن معنى العبقرية، اليوم العالمي للمكفوفين، وسنتطرق في حديثنا وفي قراءتنا على ثلاثة أنواع من أنواع القراءة: القراءة الجهرية والقراءة الصامتة، القراءة الجهرية لي والقراءة الصامتة لكم أبناء الطلاب، والقراءة التمشيطية بإذن الله سنستخدمها في استخراج واستنباط بعض الأجوبة، كذلك الاستيعاب القرائي. في درسنا اليوم بإذن الله نتكلم عن درس جديد ومخترع جديد ولد سليم الأعضاء، ولد سليم الأعضاء كامل الحواس، لا يعاني من أي مشكلة جسمية. هو المخترع لويس برايل. من هو المخترع لويس برايل؟ سنتطرق إليه في درسنا هذا في نص الفهم القرائي في صفحة 117 بإذن الله، سنقرأه قراءة جهرية ومن ثم قراءة استيعابية بإذن الله. نبدأ بالقراءة. أنامل أضاء الطريق أصحابها. لويس برايل عبقري فرنسي، ولد عام 1809 ميلادي، فقد بصره في سن صغيرة عندما كان يعبث بأدوات حادة في محل والده، ظهرت عليه ملامح الذكاء الحاد والنبوغ منذ الصغر. اتصف بالمرح والطموح، يرجع الفضل له الفضل بعد الله في إضاءة طريق المعرفة للمكفوفين. التحق في سن العاشرة من عمره بمدرسة خاصة بتعليم المكفوفين القراءة والكتابة، وكان عدد التلاميذ المكفوفين بها كثيرا، وكان التلاميذ جميعهم يجتهدون في تلقي العلم على الرغم من الصعوبة ذلك بالنسبة لهم، لأن الحروف التي كان يستخدمونها يستعملونها ضخمة جدا وكبيرة الحجم وثقيلة الوزن. حاول لويس برايل أن يتعامل مع هذه الحروف، لكنه كان يشعر بصعوبة كتابة بها، فسأل والده ذات يوم: لماذا لا تكون هناك طريقة يستخدم فيها أو يستطيع معها الكفيف أن يخرج طاقته كلها في الكتابة والقراءة ومتابعة ما يجري من أحداث؟ إن الحروف التي يستعملها المكفوفون تمنعهم من مواصلة التعليم، وبذلك يعاني الكفيف مرتين: من عاهته من عاهة العامة، وأخرى من عدم القراءة والكتابة اللتين يساعده إتقانهما على تجاوز هذه العاهة. وكان مما ذكره ذات يوم، وهذه من مذكرات برايل: كان أنا كفيف، ولكن إن لم تتمكن عيناي من إطلاعي على الناس والحوادث والعالم من حولي، فلا بد من أن أجد وسيلة غيرها لأتمكن من ذلك. وظلت الأسئلة تراود تفكير برايل: كيف يتساوى الكفيف والبصير في القراءة والكتابة؟ وما الطريقة؟ وكيف تحل المشكلة؟ وأي الأمرين النجاح والفشل أقرب إلى الإنسان المثابر؟
وما زالت فكرة اختراع طريقة سهلة للقراءة تستطيع تسيطر على تفكيره، حتى سمع عن ضابط فرنسي ابتكر طريقة لكتابة خاصة بينه وبين جنده يستعمل فيها نقطا وعلامات بدل الحروف. استطاع من خلالها الجنود أن يقرأوا الرسائل المكتوبة بهذه الكتابة وهم في الخنادق المظلمة دون الحاجة إلى إضاءة، حيث كانوا يعتمدون على لمس الحروف لقراءتها، لأن الحروف مثقوبة على مرق مقوى. أجرى برايل تجاربه فترة طويلة حتى استطاع بفضل الله ثم بقوة إرادته وفطنته وتصميمه ووضع رموز سهلة للحروف الأبجدية فتحققت آماله، فألف مجلدا شرح فيه بالتفاصيل طريقته المبتكرة في القراءة التي تعتمد على الحروف والرموز الناتئة المميزة بالأنامل. لقيت طريقته نجاحا باهرا وعممت في العالم كله، وتمكن العالم العربي محمد الأنسي من تطوير الطريقة في اللغة العربية. وعندما حاول التوفيق بين أشكال الحروف المستخدمة في الكتابة العادية وشكلها في الكتابة النافرة، وطبعت بها الكتب والمجلات والصحف على مطابع خاصة استفاد منها كثير من المكفوفين، فكانت بذلك أكبر مساعد لهم في التحصيل والدراسة، فتحول الظلام إلى نور. وبعد فترة من الزمن ابتكرت ساعات برايل المعصمية التي تقرأ بواسطة اللمس، كما استفيد من طريقة برايل في طباعة القرآن الكريم في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الكريم، خدمة للمكفوفين المتطلعين لقراءة كتاب الله بأنفسهم في مختلف أنحاء العالم. فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. قصة برايل نتكلم فيها عن العصامي المثابر المجتهد المحاول عدة مرات، عنده إرادة، عنده تصميم لابتكار اختراعه ليخدم به البشرية. هنا بعض الأسئلة نتطرق لها اللي على السبورة. الفرق بين الاختراع والاكتشاف. هناك فرق كبير بين الاختراع والاكتشاف. فالاختراع للإنسان يد فيه. كما اخترعت السيارة لاختصار الوقت والجهد، وكما اخترعت الطائرة والأقلام والمقاعد والكراسي لحاجة الإنسان فيه، ابتكر شيء يصنعه ليخدم به نفسه. أما الاكتشاف على نوعين. الإنسان قد يكون له سبب فيه، مثل اكتشاف النار باحتكاك الأعواد، اكتشفها الإنسان قديما. والاكتشاف الآخر الذي لم يكن للإنسان يد فيه، كاكتشاف مثلا الغاز الطبيعي، كاكتشاف البترول، النفط، الذهب، الفلزات، المعادن، هذه ليست من صنع الإنسان ولا للإنسان يد فيها إطلاقا، بل هي وجدت من مخلوقات الله على هذه الأرض. معنى العبقري له معنيان. المعنى الأول الحاصل على درجة 140 فما فوق بمقياس لويس تيرمان عالم النفس
الأمريكي. المعنى الثاني التمتع بقدرات عالية تساعده على اختراع منجزات في تخصصه مثل برايل. مثل برايل، برايل نصنفه عبقري، عبقري، وبراين نصنفه عبقري. نأتي إلى أنواع القراءات، القراءة أو نستخدم بإذن الله إن شاء الله أول فكرة في الدرس اللي هي الفكرة الأولى، نستنبط منها بعض الدروس التي هي في الاستيعاب القرائي بإذن الله. عندنا بعد قراءتك أيها الطالب للدرس أو الفكرة الأولى من كلمة لويس برايل إلى كلمة المكفوفين في الفكرة الأولى، سنستنتج بعض الأفكار ونستنبط من بعض الأفكار أسئلة. مثال لويس برايل، متى ولد لويس برايل؟ أيها الطالب النجيب، متى ولد لويس برايل؟ ولد لويس برايل في عام 1809. متى ولد أو متى ولد؟ نأخذ أول شيء متى ولد؟ ولد في عام 1809 الميلادي. طيب السؤال الثاني من الفكرة الأولى، ما هي الصفات التي تنطبق على العبقري؟ أحدكم أيها الطلاب النجباء يريد أن يعرف ما هي صفات الطالب العبقري. للطالب العبقري صفات، أولها الذكاء الحاد. صفات، ما هي صفات العبقري؟ جيم، الذكاء الحاد، الفطنة، الذكاء الحاد، شخص لديه ذكاء حاد خصوصا بالمسائل الرياضية، هذا اسمه ذكاء حاد. وكذلك النبوغ، يقال عن الشخص أنه نابغة، أنه يسبق عمره أو يسبق أقرانه في الذكاء. الفكرة الثانية من عند كلمة التحق في سن العاشرة من عمره، نستنبط منها بعض الأسئلة. التحق في سن العاشرة من عمره بمدرسة خاصة بتعليم المكفوفين، نريد استنباط أسئلة من هذه الفكرة أو الفقرة. نقول هنا متى التحق لويس برايل بالمدرسة؟ التحق في سن العاشرة. هو طبعا لويس برايل كما ذكرنا سلفا ولد سليم الأعضاء، سليم الحواس طبعا الخمس، اللي هي العين، العضو العين وحاسة الإبصار
والأنف وحاسة الشم والأذن حاسة السمع واللسان حاسة التذوق واليد حاسة اللمس. طبعا لويس برايل كف بصره في الثالثة من عمره عندما كان يعبث بأحد الأدوات الحادة في ورشة بجوار بيتهم في فرنسا. كان يعبث بأحد الأدوات الحادة ففقع عينه، فانتقلت العدوى إلى العين الأخرى فكف بصره. بعد ذلك التحق بمدرسة المكفوفين، طبعا عانى فيها في مدرسة المكفوفين، وابتكر من هذه المدرسة ابتكر الآلة اللي يستخدم فيها برايل اختراعه. متى التحق جيم في السن العاشر من عمره؟ في الفقرة الثالثة أو الفقرة الثالثة، نعم، حاول لويس برايل أن يتعامل مع هذه الحروف، لكنه كان يشعر بصعوبة الكتابة بها. فسأل والده ذات يوم: لماذا لا تكون هناك طريقة يستطيع معها الكفيف أن يخرج طاقته كلها؟ الأسئلة لما تتوارد إلى ذهن أو إلى مخيلة أو إلى عقل الطالب كثير الأسئلة، كثير الإلحاح الأسئلة، كثير الإلحاح على الحصول على الإجابات التي في ذهنه. هذا طالب متميز، كثير الأسئلة، هو طالب متميز يريد إجابة أو إجابات لأسئلته. في الفقرة الرابعة: وكان مما ذكره برايل في مذكراته أنا كفيف. يعترف برايل: أنا كفيف، ولكن إن لم تتمكن عيناي من إطلاعي على الناس والحوادث العالم من حولي، فلا بد من أن أجد وسيلة غيرها لأتمكن من ذلك. هنا إصرار. نقدر نضع عنوان الفكرة هذه اللي هو إصرار وتحدي برايل على إيجاد حل لوضعه ووضع المكفوفين من أقرانه. هنا سؤال، كما قيل: أنا كفيف، ولكن إن لم أتمكن عيناي من إطلاعي على الناس والحوادث والعالم من حولي، فلا بد من أن أجد وسيلة. فلا بد تعني الإصرار والتحدي مع الذات لإخراج وسيلة يستطيع بها إطلاع نفسه ومن يعانون من وضعه بالعالم الخارجي وبما يتصل به. في صفحة 118: وظلت الأسئلة تراود تفكير برايل. الإنسان الذي يبحث عن إجابات لأسئلته هذا إنسان مبدع ومفكر ونابغة ويسبق أقرانه في التفكير. كيف يتساوى البصير والبصير والكفيف في القراءة والكتابة؟ هنا سؤال محير. أريد أن أكون كما يكون البصير. البصير يرى بعينه، أنا فقدت هذه العضو، أريد أن أعوض شيئا آخر. فبعد ذلك هذه دليل على الإصرار والتحدي مع الذات. وكيف تحل المشكلة؟ هنا وقع مشكلة يريد لها حلا. يقول: أنا لن أجلس مكتوف الأيدي، أنا سأحاول وأحاول وأحاول إلى أن أجد طريقة تخدمني في متابعة ما يجري حول العالم. في الفكرة الرابعة: وما زالت فكرة اختراع طريقة سهلة للقراءة سيطرت على تفكيره. معنى سيطرت أي تراوده بين الحين والحين الآخر على تفكيره، حتى سمع عن ضابط فرنسي. بمعنى أن أول من سبق برايل هو ضابط فرنسي، كانوا يستخدمون هذه اللغة لكي لا يتوصل إليهم الأعداء.
يتوصلون لهذه اللغة بدون إضاءة، بدون أي مصادر ضوء، لكي لا تصلهم بنادق الأعداء وصواريخ الأعداء. فبرايل طور الفكرة هذه، طورها. والفكرة الأخرى، استطاع من خلالها الجنود أن يقرأوا الرسائل المكتوبة بهذا الكتابة وهم في خنادق المظلمة دون الحاجة إلى إضاءة. أنت عزيز الطالب، أغلق عينيك وافتح الكتاب، أغلق عينيك وافتح الكتاب على مثلا درسنا اليوم، أنامل أضاءت طريق أصحابها. هل ستستطيع؟ حاول مرة ومرة وثلاث مرات وعشر مرات. إذا استطعت بدون أن تفتح أو تغمض عينيك الوصول إلى الدرس، درس عنواننا هذا أنامل وأضاء طريق أصحابه، فأنت نابغة بإذن الله، أنت نابغة بإذن الله. في المقطع الثالث في الصفحة 118، أجرى برايل تجاربه فترة طويلة. أجرى برايل تجاربه، يعني بمعنى أن برايل عندما راودته فكرة الضابط الفرنسي أخذها وأجرى عليها تجارب. أجرى عليها، معنى أجرى عليها التجارب يعني أنه حاول وفشل وحاول وفشل وحاول وفشل، ثم حاول مرة أخرى ووصل إلى ما يريده وما يصبو إليه. في المقطع قبل الأخير، وطبعت بها الكتب، أي لغة برايل طبعت بها الكتب والمجلات والصحف على مطابع خاصة استفادت منها كثيرا من المكفوفين، فكانت بذلك أكبر مساعد لهم في تحصيل والدراسة، فتحول الظلام إلى نور. نراهم رأي العين في الجامعات، المكفوفين موجودين في الجامعات، موجودين في المدارس، خصصت لهم الدولة المباركة مدارس خاصة فيهم، التعليم العام، من التعليم من الصف الأول إلى التعليم الجامعي إلى الدراسات العليا. أمثلة رأيتها رأي العين في جامعة الملك سعود مثلا، تجد الممرات مدعومة بلغة برايل، الكفيف يتحسس البلاط مدعوم بلغة برايل، أينما كان يجد له، يعرف متى يتوقف ويعرف متى يتوقف ويعرف متى كهذه الصورة. هذه الأرصفة مدعومة، طبعا هي بارزة بالشكل هذا، مدعومة بلغة برايل، هذه الأرصفة كما ترون مدعومة بلغة برايل، وكذلك هذه الأحرف، أحرف هذه طبعا اللي نقلها إلى العربية العالم محمد الأنسي، نقل الحروف من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية بالشكل هذا. مساجد وفرت مصاحف بلغة برايل للمكفوفين. هنا طبعا الآلة المستخدمة، الآلة التي استخدمت في لغة برايل، وهنا صفحة بلغة برايل، طبعا لغة برايل هي صفحة من الورق المقوى مثقوبة من الأمام، مثقوبة لكي يتحسس بها الكفيف ويعرف ما بها. نأتي إلى بعض الكلمات، في الدرس التي قد تكون طبعا غير المعجم المساعد، عبقري شديد الذكاء، النبوغ البراعة والاجتهاد، عاهة مرض، فطنة ذكاء، ذكاؤه اختراع، ابتدأ الأنامل رؤوس الأصابع، هذه اللي استخدمها برايل في أصابع في قراءة الأشياء، باهرا مدهشا. طبعا في الفقرة الأولى لنطلع على بعض الكلمات أو التي قد تكون مبهمة نوعا ما،
معنى ملامح في السطر الثالث ملامح الذكاء، يعني صفات ظهرت عليه ملامح، أي الصفات، صفات الذكاء الحاد، ملامح ملامح معناها الصفات في الإنسان، ملامح الصفات في الإنسان. الحاد، الذكاء الحاد القوي. طيب، بما أن الفروع اللغة العربية، بما أن الفروع اللغة العربية متصلة بعضها ببعض، لنبحث في الفقرة الأولى مثلا عن فعل ماض. أيها الطالب، ابحث عن فعل ماض، ابحث عن فعل ماضي، نجد هل هناك فعل ماضي؟ نعم، هناك فعل ماضي في السطر الثالث، واتصف اتصف اتصف فعل ماض، اتصف فعل ماض، اتصف فعل ماضي. درس من دروس الاسم المجرور يا طلاب، خامس الفصل الثاني، درس من دروس الاسم المجرور، الاسم المجرورة نكمل إن شاء الله لاحقاً.